إخوتي أهالي مدينة الرملة واللد ويافا، على وجه الخصوص نطلب منكم التواجد بكميات كبيرة لإنجاح المظاهرة القطرية التي ستقام في الرملة ب 15/10 يوم الثلاثاء الساعة 5 من المسجد العمري. سنقوم بمسيرة إلى مقابل أو أمام مركز الشرطة اللوائية لنسمع صوتنا وصرختنا ضد العنف، ضد القتل، وضد تقاعس الشرطة في إعطاؤنا الأمن والأمان والإمساك بالمجرمين. كونوا معنا 15/10 يوم الثلاثاء بأعداد كبيرة، وشكرا.